احكي لي عاد مازلت ما لقيتيش؟ اي مازلت ما وطيتش مازلت، وناس يقولوا تصلح وناس يقولوا ما تصلحش، والحمد لله انا لاباس. والكورونا مرضتي بالكورونا؟ لا. حميتي روحك باش عملتي باش ما مرضتيش؟ عادي انا كما كنا نعملوا كميه 3 كل واحد ياكل واحده، كل واحد يشرب واحده، في معونه واحده بعد على بعضنا، كل واحد في كاسه في التاي عادي. كاسه التاي ديما في الخدمه يمشي؟ لا برشا كيسين، وهنا نغسل نجيب في جفير ولا نجيب في السيان نغسل ونوصل. وخدمتك توا في السخانه واش هي؟ واش نعمل دور وفتحكم واش نعمل؟ نعاونوا في رواحنا واش نعمل؟ شنو باهي الاجاره شنو يقول؟ 10000 فرنك. 10000؟ 10000 فرنك 8 سوايع. 8 سوايع 10000، الله اعلم قداش يعطوا لي الكاميون، الله اعلم. من وقتاش تبدي؟ يجي في الكاميون من الخمسة. خمسة 8 سوايع يعني ماضي ساعة. صغيرات. الخبزة. العائلة شنو العائلة؟ خمسة في العيال. عمري 5 اي. ما شاء الله عليك. ما شاء الله راني في حالة مش نموت نسخانة والوان. لقحتي ولا مازلت؟ مازلت. علاش ما لقحتيش؟ ما تلهيتش انا هني كاين نخدمهم قالوا هم جوا العين بطهم خرجوا ما ريتهمش. هم قالوا توا يولوا مرة أخرى نرجعوا. مش تمشي تلقحي؟ إن شاء الله. بيعي زعما التلقيح. ها؟ اسألي طبه قول له يا طبيب باهي. هو أنا والطبيب ضايع. لا قول ثامن يتفرج فيه قول له. زعما بيعي التلقيح خاطر هاي قالوا واحد يقول خايب واحد يقول بيعي وحنا خايفين. ثم شكون هنا معاك مرض بالكورونا ولا؟ لا ما ثمش احنا لا كاميون كامل نظيف. اش عملتوا باش حميتوا رواحكم؟ اش عملنا؟ ما انا مسخانة ومو الفلفل قالوا لنا ما ثمش لا كورونا لا حتى شيء. الفدار مرضوا مرقدين واللي لبرا ما مرضوش. واللي كلي الفلفل؟ الكلي الفلفل عايش بالقدي لاباس الله. منها ما لاقحناش والخدمة كيما طريناش هي اللي والخدمة. شكون ناقصة معلومة مش واضحة معلومة التلقيح؟ ماشي ما ندروش ما حد يقول يقتلوا واحد ياكل شيء ما ندروش عليها ما نعرفش. من التلفزة ولا من الشارع؟ لا من الشارع مش من التلفزة. وفي خدمتكم توا كيفاش شنو الأمور؟ الخدمة اش عاملين نهار كيما طرينا توا تعبانين ونخدموا في شيلي. لا جارة باهية. ها؟ لا جارة شنو الأمور؟ ماشي نمر ما نعرف لا قاري لا نعرف معناها كفيك الاجاره 10000 واش تكفي؟ انا كاك نعاون بها وبر صغاري وكو شي حاجه ومنيتك تحب تشريها تلم وتجمل ما ماذا بيا نلم لصغاري ونقري صغاري ماذا بيا ما اكثر مصروف وبنيتي في كل شيء في راجلي ودار في لبستك وفي لبستي في كل شيء ماذا بيا نظل نخدم كش كما هكا ولا جارة ماذا بيا خي اكثر من هكا يعني 10000 ماشي موصل الحق مش مواصلتنا برشا. في السويني تو؟ نخدم في السويني ونخدم ب10000 وثلاث صغار وراجلي راقد معناها مش يخدم هكا. تلقيح اش عملت فيه لقحته؟ مازلنا. علاش ما؟ مازلنا ما لقحناش. علاش ما مشيتش لقح؟ ما مشيناش ما قيدناش ما مشيناش. ما قيدتوش؟ عرفتوا كيفاش تقيدوا ولا؟ مازلنا ما ندروش. والتلقيح باهي ولازم؟ ما ندراش انا. ولا ما عندكش معلوم؟ ما عنديش حتى معلوم على التلقيح. تحب تفهمي اكثر تقول انت؟ اي. والخدمه شنو امنيتك في الخدمه؟ ها نخدم في السوين ب10000 هكا. شنو تحب تعملي بها ال 10000؟ 10000 ما تعمل حتى شيء، ما تصرف حتى شيء. ثلاثة صغار نعاني فيهم والراجل خدام حزام مع 10 يخدموا نهارنا. صغارك ياكلوا مليح يقروا مليح؟ مازال مش ميقر صغار. ياكلوا مليح؟ ياكلوا هكاك. في ماكلتهم شبع متغذين صحيين؟ لا بس انا. انت لاهية بهم؟ اي. احكي لك كيفاش لاهية بهم؟ شنو تحب بهم يطلعوا صغارك؟ يقروا لارواحهم وكل شيء. امنيتك في الدنيا؟ امنيتك؟ ومنيتي نعيشو لاباس وكا ولادي يكبروا يقروا. تلقيح وشنو تسمعوا عليه؟ شنو فاهمين؟ شنو مش فاهمين؟ خويا والله الناس كل الناس تقول مضر، ناس تقول باهي، ناس تقول امشوا لقحوا راهو مفيد، ناس تقول راهو يأذي العبد. ما نعرفوش، ناس مشت ناس نحن الحق ما مشيناش من الزن. مشى حد. هذا يخليكم تزيد تخافوا؟ زيد نخافوا كهو الواحد انت اذا كان واش باش ينفعك الدواء باش يضرك حتى شيء. ما ينفعكش حتى علاش ندقوا فينا احنا الدواء كهو